فقرتنا اليوم يعني أقدر أقول عنها دردشة ممتعة للكثير من المتابعين والباحثين عن المعلومة في مجال عمليات التجميل، واللي تشهد تزايد من كل فئات المجتمع. يعني ما صار التجميل مقصور فقط على المتقدمين في السن وإصلاح ما أفسده الزمن، ولكن يعني فقط اللي قاعدين نشوفه أنه أصبح وسيلة للحصول على المزيد من الجمال وأيضا التغيير. ضيفنا في هذه الفقرة جراح التجميل الدكتور نبيل نور. أهلا وسهلا دكتور نبيل، نورنا. الله يعطيك العافية. تسلمي. يعني الجراحة عالم كبير جدا ويندرج تحتها مسميات كثيرة، كيف اليوم نقدر نبسط الصورة للمشاهدين عشان نقدر نفهم التخصصات الأساسية في هذا المجال؟ طيب، هي جراحة التجميل يعني خلينا بنقول فيها زي الأعمدة تقريبا 4 تخصصات، اللي هي جراحة التجميل اللي هي التجميلية اللي نحن بنشوفه أو معظم الناس اللي بيكونوا عارفينه. طبعا في بعدين جراحة الحروق وكل الأشياء اللي تابعة لها، في بعدين الجراحة الترميمية اللي هي بعد الحوادث أو بعد الأورام، والجراحة الأخيرة اللي هي طبعا جراحة اليد، كمان جزء برضو تخصص دقيق من جراحة التجميل. جميل جدا. طيب زي ما ذكرت في البداية في مقدمتي دكتور نبيل، أنه تغيرت المعادلة اليوم مع التعامل مع عمليات التجميل، يعني ومع تبعات التقدم في السن صرنا بنشوف يعني حتى الصغار في السن بيلجأوا لهذه العمليات من أجل التغيير، التجديد، الحصول على الجمال بشكل مبالغ فيه أقدر أقول اليوم. فهل إحنا نقدر نقول أنه مصابين بمرحلة متقدمة من شعور عدم الرضا؟ هي يعني في مشكلة دحين جديدة يعني أو يعني في وقتنا هذا. أيوة موضوع كل صراحة. موضوع أيوة. السوشيال ميديا. موضوع السوشيال ميديا إنه وطبعاً موضوع الفلاتر، يعني البنات أو السن المراهقة فبيبدأوا بيشوفوا الأشياء هذه كلها، طبعاً العمليات حقت التجميل، الحسابات التجميلية اللي بدكاترة من خارج المملكة كلها مفتوحة، فبيشوفوا كل التغييرات هذه، فكلهم بيقولوا إنه أنا أبغى أسوي حاجة زي كذا. للأسف الشديد موضوع إنه الإنسان يكون طبيعي هذا بنفتقده دحين. كثير مثلاً من ال خلينا نقول البنات المراهقات اللي بيجوا يعني في بداية سن 20 مثلاً بيقولوا إنه دكتور نحن نبغى بوتوكس، دكتور نحن نبغى فيلر، فدائماً بقول لهم إنه لسه بدري يا جماعة. يعني هو طبعا ما له عمر معين، بس أنا دائما بقول إنه خليك على طبيعتك، أوصلي إلى تقريبا نهاية العشرينات بداية الثلاثينات، بعدين ممكن الواحد يبدأ يضيف إضافات بسيطة تدي شوية جمال. صح، صادق دكتور، فعلا يمكن الفلاتر في سناب شات، بعض المشاهير للأسف اللي بيروجوا لهذه العمليات بشكل خاطئ جدا، هوس الجمال والشهرة أيضا ممكن يكون عامل قوي أثر على البنات في العشرينات. طب إذا بدت يعني البنت في مثلا في عمليات التجميل في عمر صغير عمر 20، لو افترضنا مثلا يعني بعد 20 سنة، تتوقع كيف حيكون شكلها؟ وهل فعلا يعني راح تحتاج انها تجدد في تجديد وتكون في تجديد مستمر في كثير من الاحيان او لا؟ هي الفكرة انه يعني نحن بنقول انه كل عمر له حاجة معينة، يعني الجلد بنفسه أو طريقة الجسم يعني بتصير فيها تغيرات كثير. علشان كده مثلا بعض الأحيان لما يجوا سيدات مثلا في عمر الثلاثينات إنه يقولوا والله مثلا أبغى وجهي يكون فيه نضار، أو أنا مثلا أبغى أشد وجهي، فالوضع بيكون مختلف مثلا عن سيدة في 50، لأنه الجلد أو الوجه بيكون متغير تماما، فده له إجراء وده له إجراء. هذا مو معناته انه مثلا لو جاتني يعني مثلا آنسة في العشرينات انه مثلا ما اعمل لها ولا حاجه، ممكن تكون يعني طبعا دحين دارج او الريفوليوشن طالع على موضوع عمليات التكميم والفقدان الوزن الكبير اللي بيصير للسيدات او الرجال كمان، فبنضطر انه نسوي لهم عمليات تجميل حتى لو كانوا في العشرينات. يعني بيجوا بيكون في ترهلات في الجسم، ترهلات في الوجه، فبنضطر انه بعض الاحيان نسوي حتى عمليات شد للوجه، مع انه عمليات شد الوجه نحن يعني بننصح فيها يعني على سن 40 أو 50، فهي يعني تعتمد على إيش الحالات. بس أنا بقول بشكل عام إنه
في عبارة دائما بقولها إنه see your beautiful side، يعني شوف الجمال اللي عندك، يعني مو لازم إنه أنا أكون زي فلانة وفلانة وفلانة، يعني صاروا فعلا يشبهوا بعض، كلام يشبهوا بعض، يعني هي هذه الفكرة إنه نحن صايرين بنشوف يعني في الأسواق أو في الأماكن العامة الناس صارت تشبه بعض. والله ما صرت أفرق فهي الفكرة إنه أنا يعني حتى بعض الأحيان لما الناس يجوني في العيادة دائما بيسألوني سؤال إنه دكتور نحن إيش محتاجين؟ أنا ما أحب السؤال هذا لأنه هذا السؤال عرضة إنه أنا ممكن يعني أستغل الشخص اللي قدامي. يعني مثلا يجي المريضة تقول دكتور أنا مثلا إيش محتاجة، فأنا ممكن أجي أقول لها إنه أنا ممكن أطلع لك يمكن 5-6 أشياء وممكن أطلعك بمبلغ كبير، لكن أرجع وأقول لها أنت إيش مضايقك أنا أضبط لك هو. فهي هذه الفكرة إنه الواحد في تعديلات بسيطة ممكن الواحد يسويها يعني تسوي فارق مرة كبير. صحيح. لو تكلمنا كمان عن الهبة الثانية المنتشرة وترند في السوشيال ميديا، عمليات النحت، الشفط، أقص من هنا، عبي هنا، أحط هنا، أشيل من هنا، فكمان صارت يعني منتشرة بشكل كبير جدا، فودينا نتكلم أكثر ونعرف إيش مفهوم الشفط والنحت، وإيش أصلا كمان إيش الفرق بينها وبين العمليات الثانية، ومتى يستلزم الأمر أني ألجأ لمثل هذه العمليات. طيب، هو في يعني قاعدات أساسية لهذا الموضوع، إنه دائما بقول إنه لازم كتلة الجسم بتكون تقريبا 30 أو أقل. هي الفكرة منها إنه كل ما كانت الكتلة أكثر كل ما كانت النتيجة للعمليات ما بتكون مرضية. يعني طبعا في دكاترة كثير بيسووا الأشياء هذه بس المريض بعد العمليات بتلاقيه ما هو مبسوط، إنه بيقول لك لا أنا النتيجة ما كنت أنا اللي متخيلها. فدائما بقول موضوع الكتلة، طبعا الأمراض المصاحبة إذا كان مثلا في سكر أو ضغط أو الأشياء هذه كلها طبعا لازم تكون متضبطة. بشكل عام عمليات الشفط والنحت هي تقريبا يعني المبدأ واحد. النحت هو الفكرة إنه أنا كيف أرسم الجسم جماليا، يعني في أماكن معينة الواحد بيخففها، في أماكن الواحد بيزودها علشان إنه الجسم بيترسم رسمة معينة. طبعا مفهوم الجمال مو اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا، لا طبعا هذا اللي في صح، يعني جمال الجسم ورسمة الجسم أبدا مو اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا، يعني فجأة خسرة مرة صغير، فجأة أشياء كبيرة، فتنصدم فعليا من اللي قاعد تشوفه. مزبوط. إنه يعني في أشياء طبعا في ناس يحبوا الأوفر وبيجوا يطلبوا إنه مثلا أنا أبغى مثلا زي الممثلة الفلانية أو أنا أبغى تكون زيادة. ف يعني أنا بصراحة ما أحب الشيء هذا، أحب إنه الشيء يكون طبيعي بقدر المستطاع. بس في كمان حاجة نقطة مهمة اللي دائما باجي أقولها للناس، إنه لو كان في ترهل أو جلد زايد هذا الحل بيكون شد جراحي أكثر ما إنه بيكون شفط. طب وبعد الشفط أو النحت دكتور، يعني إيش الترند الآن في هذا المجال وفي عمليات التجميل، وأيضا إيش أكثر شريحة بتجيك طالبة لهذا الترند؟ طيب، هي الفكرة أنا دائما بقول للمرضى إنه بعد العمليات الجراحية في ترى رحلة تانية، يعني أنا مو بس سويت العملية وانتهينا وخلاص، لا في بعد كده بعد أسبوعين أو 3 أسابيع نحن بنقول للمرضى وبننصحهم بجلسات المساج الليمفاوي علشان السوائل اللي في الجسم بتخف ويبان شكل الجسم أفضل. الرياضة والدايت هذا شيء جدا مهم علشان الواحد يحافظ على النتيجة. بالنسبة لمين الفئة اللي بتيجي، طبعا معظم اللي بيجوا اللي هم بعد عمليات التكميم بيكون عندهم ترهلات، وطبعا السيدات اللي بعد ما يكونوا خلصوا مرحلة الأمومة والحمل والولادات فبيكون عندهم ترهلات، فنبدأ نصلح لهم هذا الموضوع. وكمان دكتور يعني في إطار حقن البوتوكس والفيلر في أمور شائعة جدا وهي المواد المستخدمة في الحقن، بنشوف كمان العيادات بيتنافسوا بالعروض المقدمة. هذا الشيء ما يعني أنه مثلا هذه العيادة مسوية عرض مسوية أسعار يعني رخيصة جدا، بأن المواد المستخدمة في الحقن مواد ممتازة أو مواد جيدة. مزبوط. صح؟ مزبوط هذا الكلام. إذا ممكن تصحح لي فعلا هذه المعلومة. هي الفكرة يعني حتى نحن بعض الأحيان نستغرب من بعض العيادات إنه مثلا نشوف مثلا سعر البوتوكس مثلا بالرقم الفلاني، فنحن بنقول معناته إنه المادة هو بيخففها
جدا كثير يتم التلاعب. مظبوط يعني زي كده مثلا ايه؟ بعض السيدات بيجوا انه والله يقولوا دكتور انا البوتوكس مثلا ما قاعد معايا الا اسبوع او اسبوعين او شهر. فبقول لها مستحيل، لانه ماده البوتوكس طبيعيا او علميا تستمر تقريبا من 3 شهور الى 6 شهور اذا اتحقنت بالشيء المضبوط او بالكميه المضبوطه. فالشيء اللي دائما بانصح فيه دائما المتابعين والمرضى بشكل عام انه لما بتروحوا بتحقنوا بوتوكس او فيلر لازم تعرفوا ايش الماده اللي بتتحقن، لازم تشوفوا الماده، لازم تعرفوا انه هل الماده هذه شيء ما هو متعارف عليه، لانه غير البوتوكس طبعا في مشاكل موضوع الفيلر. يعني الفيلر اللي كان قبل 10 سنوات طبعا في مشاكل مره كثير اللي هو موضوع الفيلر الدائم اللي دحين بدات تبان مضاعفاته ومشاكله. فدائما بقول للناس شوفوا نوع الفيلر ايش هو ايش اسمه علشان تعرفي انه والله الماده هذه متى تدوب، ايش فين تتحقن بالضبط. يعني مو اي حاجه الواحد بس يحقنها وخلاص. وكمان شيء مهم انه لا يسترخص الواحد في نفسه، يعني مو انه انا اشوف عروض رخيصه اروح وبعد كده اندم. صح، هذه كمان نقطه مهمه جدا. طب هل مثلا الفيلر والبوتوكس لي تاريخ انتهاء كمان لازم اشيك عليه؟ طبعا طبعا، يعني كل ماده لها طبعا تاريخ انتهاء وهذا بيكون مكتوب على العلب. علشان كده دائما بقول انه والله شيكوا على موضوع الفيلر، خذوا صوره منه عشان تعرفوا انه والله الماده قديش لها صلاحيتها، هل ممكن تكون انه مثلا منتهيه صلاحيه فالعيادات بيحقنوها بسعر ارخص انه علشان بس يمشوا الموضوع ده. بالضبط. اخيرا خلينا نتكلم عن تقنيات التجميل، في تطور مستمر وكل مره بنشوف ترند وتقنيه جديده، ودنا نعرف فين وصلت اخر هذه التقنيات. هي يعني بشكل عام التوجه حاليا انه اقل جراحه، يعني بدال ما انه يكون في عمليات جراحيه يعني انا ممكن اسوي اشياء تجميليه خصوصا مثلا في منطقه الوجه بالبوتوكس او الفيلر او في بعض الاجهزه اللي هي تشد الوجه او تخفف من الترهلات. بس طبعا هذه يعني لها ناس معينه ويعني امكانيتها محدده. فمعظم الناس بعض الاحيان يخافوا من انه انا والله اخش في موضوع الجراحه، فبندي لهم اللي هي التقنيات الثانيه زي البوتوكس الفيلر الخيوط اجهزه الليزر الشد الغير جراحي. هذه الاشياء زي ما بقول برضو لها يعني إمكانية محددة ومدى محدد ولها عمر محدد، مو زي الجراحات. بس في بعض الناس يفضلوها إنه بيقول لك أنا ما أبغى أخش في موضوع الجراحة، موضوع كبير، فأبغى حاجة مؤقتة ويعني وتكون تعطي نفس النتيجة مثلاً. جميل جدا فعلا، يعطيك ألف عافية دكتور نبيل. قبل لا أختم، أنا شو أحتاج؟ والله ما شاء الله أجلس مع دكاترة التجميل أقول لهم فعليا أنا شو أحتاج؟ يمكن هذا سؤالنا نحن البنات إذا شفنا أي دكتور تجميل. والله أنا ماني شايف شيء، ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني الله يعطيك العافية. ثانك يو، الله يعافيك. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. مشاهدينا كذا وصلنا لختام حلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل آرائكم واستفساركم، ما ظهر على الشاشة إن شاء الله بيظهر يوم الأحد. عموما أتمنى لكم ويكند سعيد، ومن فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية، فمان الله. We'll be right back.